فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: رجل صلى النافلة قبل صلاة الظهر، فجاء جماعة وظنوا أنه يصلي الظهر فقدموه إماما لهم، فتقدم وقلب نيته من نفل إلى صلاة للظهر، فماذا عليه؟ لا لا، ما يجوز هذا، ما يحول النفل إلى فرض، العكس، يحول الفرض إلى نفل يجوز، أما العكس لا، ما يحول النفل إلى فرض، عمله هذا غير صحيح. نعم.